محافظة المهرة التي تمتاز بساحل طويل يقدر ب 560 كيلومترا تعرضت سواحلها إلى عنف الحالة المدارية لبان، فتضررت السواحل وتضرر الصيادون وقواربهم. تكونت كميات سيول جرافة جرفت جميع المخلفات الأشجار ومخلفات البناء والمزارع، وتم ترسيبها على شاطئ ساحل محيفيف وأمام موقع الإنزال السمكي الذي عاق عملية الاصطياد وعدم طلوع الصيادين إلى البحر ومزاولة عملهم. ويات أمطار ويات سيول قوية شالت الناس شالت ركاب وعودان وعلى البحر وعطت علينا البحر، بقى معانا أسبوعين ما رحنا البحر، عطى لنا البحر من العمل واقفين بدون عمل. توقفت أعمال الصيد نظرا لما خلفه الإعصار على الساحل من مخلفات، فبادرت عدة جهات سعودية منها سلاح المهندسين والدفاع المدني لإزالة المخلفات ليعود الصيادون لممارسة مهنتهم بعد توقف دام أسبوعين. الآن نحن في مرحلة لإزالة الأضرار من آثار الإعصار، الأضرار التي جرفتها السيول إلى سواحل مدينة الغيضة لتلافي الأمراض والأوبئة. نشكر المملكة على هذا الأداء في المهرة على التنظيم وعلى الصيادين المتضررين، والحمد لله نشكر المملكة على كل ما قدمته للمهرة، وشكرا للملك سلمان. الأسماك هي المصدر الأساسي لغذاء سكان محافظة المهرة اليمنية، وهي أغنى محافظة من حيث الإنتاج السمكي على مستوى المحافظات الجنوبية لليمن، كما يقدر عدد الصيادين على طول ساحل المهرة أكثر من 6000 صياد بقوارب تتجاوز 1200 قارب صيد سمكي. حمد بن حسين، المهرة.